لكم راكم مع الصونا المحلي 100%. الصونا نتاعي انا سيبر هاك سكوات، تخدم فيها ثلاث حركات. الحركة الأولى هذه هي سكوات، نيفيتي مشكلة سبتو اللي عنده مشكلة تاع الظهر ولا راه كيما نقولو حنا نيفيتي البليسور، في نفس الوقت نقدرو نخدمو بها مولي واقفين كيما راكم تشوفو. مولي واقف كي نحطها نخدم سكوات كومبلي، هاي كون راهي ندورو العكس كيما راكم تشوفو هنايا. كيف نخدمو سكوات كومبلي هاكدا، ممكن واحد يكون داير لاشارج ميقدرش يرفدها، يقدر يبوزيها هنا ويخرج من تحت خطورة، ما نقولش طيح عليه ولا شي حاجة. هاكدا هنايا نبوزيها سي بو، قد انتهيت. بصح كاين بروبلام حبيت نحكي عليه. المشكل هو حنا إذا خدمنا حاجة تاع بلادنا وقلنا بلي هذا صنع محلي 100% وهذه أنا خدمتها، دايما الحاجة تاعنا تتسابوطا على تاع الخارج. وإذا قلت لهم هذه تاع الخارج، خارج صرات لي أنايا خدمت وحدة خدت هذه كيفينيتها وكل حاجة، قالوا لي واش من بلاد، قلت لهم تاع الخارج، قالوا لي الله يبارك ما شاء الله باين بلي تسوى غالية. مجرد أني قلت أنا اللي سمعتها بداو يديروا فيها العيوب، يقول لك معوجه وماشي مليحه امور بزاف، خاطش علاش مخدومه في بلادنا. الاشكال حنايا حنا الشعب الجزائري ككل اغلبيه نتاعنا نصابوطيو سلعه بلادنا، اي حاجه مجرد ان نسمعوا بلي تاع الجزائر او نقولوا ماشي مليحه ماشي حره. الحاجه الحره على حسب البلاد اللي خدمت فيها، هذه خدمت في بلادنا، ماذا بيا نفتخر بسلعه بلادي وانا افتخر باني انا صنعت هذه وتنقص عليا التكاليف. حنايا هذه راهم يجيبوها من الخارج راهي تسوى فوق 35 مليون، تسمى كي نصنعها في بلادنا تسمى هنايا تولي لنا افضل. حنا واش نقول خوتي، حنا لازم دايما سلعة بلادنا هي اللي نرفدو لها راسها، وليدي خدم وليد الناس هذه معروفة. هكذا خوتي، السلام عليكم.